مستمرين معكم هالاسبوع بحلقه جديده من اوتو فوكس. معنا رسامي اوتوموتيف اندستريز ورح نعرفكم اليوم على الاول نيو جيلي جي اكس 3 برو. معي جنرال مانجر فادي الاسود. رفقنا هالاسبوع فادي، كيفك؟ الحمد لله صباح. خبرنا اليوم على هالسياره. اكيد، بس قبل اسمحي لي اقدم لمحه صغيره عن جيلي. هلا الكونستراكتور الصيني العملاق اللي عم بحقق نجاحات كثير كبيره بالعالم. جيلي بتمتلك شركه فولفو، لوتوس، لندن تاكسي وبروتون، كما انه عندها 10% من مرسيدس بنز. بلشت جيلي بقطاع السيارات ب 97 وب 26 سنه قدرت تحتل اليوم رقم 9 عالميا. بالفعل رقم قياسي، وهالتنوع بيميزها كمان. فعلا، وهالتنوع بينتقل لسياراتها. نعم، لان بتحاكي جميع قطاعات المجتمع. مزبوط. اليوم عندنا الجي اكس 3 برو 2024، هالكومباكت اس يو في اي سيجمنت، متجهين فيه للشباب. شوف لونه قد ايه ملفت وجديد. اللون الازرق بيعطيها لوك فريش. طيب، بالاضافه للفرونت ال اي ديز، رير ال اي ديز، الكربون فايبر على المرايا، الخطوط الرياضيه بتشوف فيها على الرير فندر، بتكفي للبارشوك الوراني مع الستوب الواطي والاير ديفيوزر. بالفعل عم نشوف قد ايه شكلها اليجنت على الشاشه وبتناسب مع طرقات لبنان مثل ما شايفين، ما هيك؟ الجراوند كليرنس كثير عالي مثل ما شايفه السياره، هذا بيسمح لها تطلع اكثر صوب الجبال، وفي عندها مسافه منيحه بين الرفراف والطريق. نعم، لكن صار وقت ننتقل لداخل السياره لنتعرف على ابرز تفاصيلها. مثل ما شايفين انتقلنا لداخل السياره، شو فيك تخبرنا عن ابرز التفاصيل والفيتشرز؟ اليوم الجي اكس 3 برو من الداخل بتكفي ديزاين لانجوج اللي شفناه من الخارج، عربيه فولي كفرد بالليذر، ريد ستيتشز بيعطيها طابع رياضي، ال 8 انش سكرين بتتحكمي بكل تفاصيل السياره. السياره عمليه جدا لتلاميذ الجامعه، للمستهلك اللي بده سياره صغيره وفيره، وبنفس الوقت هي كومباكت بس بتحسها من جوا مش ضيقه، مريحه للقعده. فول فايف سيتر كريستينا. صح، بتقعد مريحه جدا ان كان بالمقاعد الاماميه او بالخلفيه. سان روف، فلات بوتوم ستيرنج ويل، بيعطي طابع رياضي. الديزاين الكونسول كمان موديل مع الفيتاس، بنحكي عنه بعدين، 8 سرعات سي في تي. نعم، بوش ستارت بوتن، يعني جيلي حطت كل شيء لجيل الشباب تقدر يسوق سياره يبرز شخصيته من خلالها. مزبوط. وشو فيك تخبرنا كمان عن، حتى بنشوف ورا واسعه وبرياحه بيساعد بعد 3 اشخاص ورا، يعني عم تقول للجامعات وهيك كثير بتناسب اللي بده يروح سوا على الجامعه. الكار بولينج كثير مهم. مزبوط. مريحه جدا، 4 كهرباء، فول اوتوماتيك، فيها اوتو بنش، يعني اذا في اولاد بالمقعد الخلفيه. نعم، وعم بتسكر الشباك وحط ايده بيوقف الشباك. هي نقطة أساسية. سيفتي كثير نحكي عنها بعدين. سو حطت جيلي كل هالخبره تبعتها خلال 26 سنه بالجي اكس 3 برو. لكن صار وقت ننتقل لبرفورمانس ونحكي عن سيفتي. اكيد. من بعد ما تعرفنا على شكل الخارج للجي اكس 3 برو وانتقلنا لجوا وشفنا ابرز تفاصيلها، صار وقت نحكي اكيد عن بيرفورمانس وسيفتي. شو فيك تخبرنا فادي؟ البيرفورمانس تبعت الجي اكس 3 برو منا هينه ابدا. عندك موتور 1.5 لتر، 8 جير الفيتاس سي في تي، سياره نشطه وفيره كثير خاصه بالايام بتناسب بالوضع الحالي. اكيد 100%. فيها كل مواصفات السلامه من لين كيبنج اسيست، ديبارتشر اسيست، هيل ديسنت كنترول، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، يعني ما بخلت جيلي ابدا بالتكنولوجيا تحطها بالجي اكس 3 برو يلي هي بتوجه مثل ما سبق وقلنا لجيل الشباب ولتلاميذ الجامعات. هي نقطة أساسية، بالفعل عم نلاحظ هالأسبوع كل السيارات عم تشوف كل الفيتشرز السيفتي موجودة صحيح. فيها. صحيح، لأنه وقتها تكون أنت عندك شركة عالمية مثل فولفو ما فيك ما تهتمي بالسيفتي. الباسيف أكتيف سيفتي عم تيجي من فولفو، أبروفد باي فولفو، ونحن اليوم كراسان أوتوموتيف إندستريز عم نقدم الجي اكس 3 برو بسعر جدا مغري تنقدر نتماشى أكثر مع الأوضاع. قد ايه البرايس اليوم؟ اليوم الجي اكس 3 برو 2024 بكامل المواصفات ب 16500 دولار مسجله خالصه، مع 5 سنين ضمان او 150000 كيلومتر، وهذا الشيء بيعزز ثقه المستهلك برسم. بالفعل اوفر كثير مهم لازم يستفيدوا منه، لانه عن جد شفنا فيه كل الفيتشرز بهيك سعر
يعني نحن رسام اوتوموتيف اندستريز معروفين بنوقف حد زبايننا. زبايننا هن اهم استثمار لنا، وبالجي اكس جي اكس 3 برو عم نفتح لحالنا سيجمنت جديد من المستهلك اللبناني. وين موجودين حضرتكم؟ نحن موجودين بدبي الشوروم الاساسيه، وبفيهم يتواصلوا معنا على السوشيال ميديا بلاتفورمز فيسبوك وانستغرام اجيلي لبنان. واكيد وقت يجوا على الشوروم بيعملوا تيست درايف بشوفوا قديش قويه الجي اكس 3 برو. لكن اتشكرك كثير على كل هالمعلومات وعجودك معنا اليوم. ما تنسوا تتابعونا بحلقات مقبله من اوتو فوكس دائما على ام تي في.